صباحكم رياضي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تحياتي بكل أعزائي المشاهدين، يسعدني طبعا أكون معاكم أول حلقة ليا طبعا بعد الكورونا. هناخد بعض الأخبار، الأخبار دي بتتمثل في النادي الأهلي ونادي الزمالك، وبعد كده بنجيب مداخل، بنجيب بعد كده أخبار، يعني طبعا هنتكلم عن الأهلي والزمالك، وبعد كده هنجيب مداخلات من بعض الأندية، نطمن برضه على بعض قطاعات الناشئين والانديه وكده. طبعا اول خبر عندي هيكون الاهلي واخد توقيع محمد ابراهيم ومبلغ اداره المقاصه بانه هيروح النادي الاهلي. محمد ابراهيم موجود في النادي الاهلي ومبلغ اداره النادي الاهلي رغم الماديات كبيره جدا من نادي بيراميدز، ولكن هو مبلغ اداره النادي المصري المقاصه بانه عايز يكون في النادي الاهلي. ده خبر حصري يعني. الاهلي بيحاول يخلص يوسف بلايلي بسبب بس الصفقة واقفة بسبب فلوس الأهلي السعودي. طبعا محمد إبراهيم نجم كبير جدا وكان في الزمالك، وبعد كده طبعا انتقل لمصر المقاصة من الزمالك، وبعد كده طبعا هو راجل تألق وأبدع في نادي مصر المقاصة. وطبعا طبيعي جدا لما يكون نجم زي ده وعنده موهبة كبيرة جدا لازم الأندية كلها تتنهار، يعني تتهاتف على الراجل ده لأنه لعيب كويس جدا جدا جدا. فأتمنى له كل التوفيق، ومحمد إبراهيم قيمة وقامة كبيرة جدا زي ما بنطالب بالاحتراف. يبقى لابد ما ننقلش الاحتراف. الاحتراف بيتمثل بأن أنا أكون مثلا لعيب في نادي معين وبعد كده انتقلت نادي تاني، طالما بتقبل أمر النادي أتقبل الأمر النادي التاني. لازم يكون عندنا كلنا طالب بالاحتراف، بس يكون للهدف والصالح العام بالنسبه لكل الانديه، ونفرح لكل الانديه انها تكون ماشيه بشكل كويس. ما حدش يلعب بعقول الناس المتطرفه بالنسبه للرياضيين. انا قلت اللاعب ده انتقل للنادي فلان واللاعب ده انتقل للنادي فلان، المهم مصلحه الانديه. مصلحه الانديه بتتمثل في اللعيبه الكويسه، واللعيبه الكويسه دي مصريين في الاخر. فمحمد ابراهيم لعيب موهوب جدا ولازم كلنا نقف جنبه كلاعب كويس جدا جدا جدا. طبعا معانا مداخله مع الكابتن جمال بشير الحكم الدولي الاسبق ومدير اداري نادي الاتحاد السكندري. كابتن جمال صباح الخير. كابتن جمال صباح الخير. كابتن الصوت واطي. كابتن جمال صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير حبيبي يا كابتن جمال، ازاي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه. حبيبي يا كابتن الله يخليك. كابتن جمال، طبعا قطاع الناشئين في نادي الاتحاد ما كانش بيطلع لنا نجوم في الفريق الاول، كانت دايما بنحس ان قطاع الناشئين في نادي الاتحاد، نادي الاتحاد دايما كان بيعتمد على اللعيبه اللي بيجيبها من بره. فطبعا في وجود كابتن امام محمدين، هو هذا الموسم كان راجل ناجح جدا في نادي انبي، فطبعا عايز افهم او اعرف من حضرتك، هل الموسم ده حاطين سيناريو بان قطاع الناشئين في نادي الاتحاد يتطور ويطلع مواهب كبيره جدا لنادي الاتحاد في الفريق الاول؟ والله هو الامانه اللي ماسك اداره نادي الاتحاد السكندري شاف ان الموضوع ان استخدام اللعيبه من خارج نادي الاتحاد دي بقت باسعار فلكيه، والموضوع زاد عن حده جدا، وان قطاع الناشئين لازم يكون فيه اهتمام اكتر من اللي كان موجود، وان لازم يحصل ثوره في قطاع الناشئين، مش بس في ان انا يبقى عندي قطاع ناشئين وبيلعب في دوري المنطقه ودوري الجمهوريه ومش فارق الموضوع، لا الكلام دلوقتي ان انا لازم قطاع الناشئين فلسفته يكون له هدف، الهدف منه انه او يصعد للفريق الاول لعيبه على مستوى زي اللعيبه اللي احنا بنشتريها او اللي احنا بنعمل لها اعاره. فكان زي ما تقول كده ثوره في قطاع الناشئين قادها مجلس اداره بالكابتن الاستاذ محمد مسلحي، واستخدم خبير الناشئين طبعا يمكن من افضل الخبراء الناشئين والبراعم الموجودين في مصر الكابتن ايمان محمدين، وكابتن محمدين ده وكل الهدف من وجوده مش بس اخراج لعيبه، ده الهدف الاولاني، وان شاء الله اعتقد ده هيحصل السنه دي ان شاء الله، وده وعد ان شاء الله، هتلاقي لعيبه من ناشئي الاتحاد السكندري موجودين، والموضوع بدا يعني بقى عدد قليل، يعني عندك
نادي الاتحاد فرقته الكبيره دلوقتي فيها ما لا يقل عن 5 من ابناء النادي. طبعا ده عدد صغير جدا لان الكلام ده طلع على مراحل، مش في فكره واحده، لكن وجود مع امام محمدين مع الدعم الكبير قوي اللي بيقدمه مجلس الاداره، مع التغييرات اللي حصلت في الاداره الفنيه والاداريه في البراعم والقطاع الناشئين، ان شاء الله يكلل ربنا جهدنا ان احنا يبقى عندنا لعيبه. وانا بوعدك ان شاء الله في لعيبه من قطاع الناشئين هيطلعوا تباعا الى الفريق الاول. اتمنى يا كابتن، اتمنى كابتن جمال، انا بس عايزك تاخدك لنقطه بس بعيده كده. طبعا انت والد مدحت جمال بشير، او مدحت كان معايا في منتخب الناشئين مع كابتن ربيع ياسين، هو برده كان لعيب من لاعبين نادي الاتحاد. فانا بتكلم ان مواهب زي دي برده هي بتبص تلاقي اللاعب بيوصل ل 20 سنه يا كابتن، ان كان في اي نادي في مصر بتبص ليه يوصل ل 20 سنه وهو بقى في قسم رابع وقسم ثالث وكده. فاحنا مش عاوزين نوصل للمرحله دي، نختار ناشئين بشكل كويس وبعد كده نحاول نوصلهم للفريق الاول. حتى لو انا مثلا همرن كذا لعيب في الفريق الاول وبعد كده النادي استفاد منه، اللي استفاد منه استفاد منه وبعد كده الباقي بيسيبه، بس لما يكون قايم كل اللاعبين يعني. كابتن جمال، كابتن جمال بشكرك جدا جدا جدا. كابتن جمال بشير الحكم الدولي السابق ومدير اداري بنادي الاتحاد السكندري، شكرا يا كابتن. شكرا كابتن جمال. طبعا نادي الاتحاد نادي كبير جدا، واتمنى طبعا ان شاء الله ان الكابتن امام محمدين يعني زي ما هو عمل طفره كبيره جدا في نادي انبي، ان شاء الله باذنك يا رب يعمل طفره كبيره في نادي الاتحاد السكندري. هو طبعا وطبعا كابتن امام محمدين خرج صالح جمعه، كهربا، احمد رفعت، مجدي قفشه، نجوم كبار جدا. كابتن امام محمدين هو علامه كبيره وكشافه كبيره جدا يعني. هنخش الاخبار نادي الزمالك. كريم طارق، كريم طارق كابتن طارق يحيى عاوزه في نادي الزمالك وبيحاول يقنع كارتيرون بان هو يروح نادي الزمالك. طبعا كريم طارق لعيب كويس جدا جدا، وطبعا لاعب طلائع الجيش، ولكن كابتن طارق يحيى هو عاوز يوديه نادي الزمالك. وطبعا صفقه مش هتكمل الا لما يشوفوا لاعب اسمه بابل او يشوفوا عمر خربين، يعني الصفقه دي متوقفه لحد ما يشوفوا اللعيبه دي هتيجي ولا مش هتيجي. طبعا بنسبه كبيره، طبعا دي بالنسبه للعيبه اللي هتمشي من نادي الزمالك، بامبو، عمر السعيد، عنتر، بنسبة كبيرة بتوقع يعني أحد التوقعات، ويعني حاجة خبرية يعني إن هم ممكن يستغنوا عن اللاعبين دولت ويستقطبوا. وكاسونجو، كاسونجو احتمال كبير جدا يكون في نادي الزمالك ويكمل في نادي الزمالك. طبعا هنرجع للنادي الأهلي، في كلام بيتردد في المغرب عن تعاقد الأهلي مع بدري بانون مدافع الرجاء المغربي. طبعا بدري بانون وقع للنادي الأهلي 4 مواسم. كان في أخبار امبارح الصبح قالوا ان بدر بانون هو قريب جدا في مواقع مغربيه ان هو موجود، وطبعا هيجيبوه في النادي الاهلي. وطبعا اتاكد الكلام بعد الاخبار ان بدر بانون بقى موجود في النادي الاهلي 4 مواسم. فاتمنى له كل التوفيق والنادي الاهلي التوفيق. معانا على الهاتف محمد عبد الحليم الصحفي بجريده الخبر اليوم. يا محمد صباح الخير. كابتن محمود صباح الخير حبيبي. يا محمد ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ تشرف، ربنا يخليك. الحمد لله، تشرف جدا جدا بوجودي معاك والله يا كابتن محمود. حبيبي شخصيه محترمه جدا جدا يعني، وكان لها شرف ان اعرفك في نادي الاتحاد، و هي محترمه واتمنى لك التوفيق. واول حلقه ليك بعد البطوله وان شاء الله نوصل الحلقه ال 100 والحلقه ال 1000. حبيبي يا محمد ربنا يخليك، صباح الخير. وصباح على صباح الخير على اهل اسكندريه كله. محمد طبعا انت صحفي بجريده الخبر اليوم، انا بس عاوز اوصل لبعض الكواليس في مباراه امبارح امس نادي الاتحاد والنادي الاهلي. اذن صغير لحضرتك. مباراه الاهلي والله والاتحاد امبارح، اول حاجه نقول الاتحاد والاهلي لان هي مباراه الاتحاد كان فيها بعض الكواليس كده الخفيفه، بدايه من خبر اصابه كابتن ياسر ابراهيم واصابه كابتن علي بكورونا بعد نتيجه التحليل والمسحه الاخيره قبل المباراه. نتمنى طبعا ليهم الشفاء يعني، وان هم ان شاء الله يرجعوا بالسلامه لفريق النادي الاهلي. ده الخبر اللي جالنا قبلها اكيد. وخبر استبعاد نور السيد كانت بالنسبه لنا مفاجاه.
بعد استبعاد طلعت يوسف بعد علمه انه هو بيعمل اجتماعات مع اللاعبين بعيدا عن معرفه الجهاز الفني والجهاز الاداري. جالنا خبر استبعاده بس مفاجاه، كان نور السيد لعيب مهم جدا جدا طبعا مع نادي الاتحاد. وكابتن حسن معاذ يوسف تصرح امبارح ان هو نادي لو اخر مباراه ليه مع نادي الاتحاد هيقرر. محمد عندك ما عندك كواليس للي حصل طيب لاستبعاد نور السيد؟ عندك كواليس لاستبعاده؟ الكواليس اللي جات لنا الاكيده يعني تمام، كابتن نور السيد وفي بعض اللاعبين مع نادي الاتحاد في بعض اجتماعات خارجيه بره النادي. يعني هنقدر نقول نقط ان هم عايزين بما معناه يعني ان هم عايزين يبتدوا يخرجوا كابتن طلعت يوسف بره نادي الاتحاد، ودي الحاجه اللي ما عجبتش طبعا كابتن طلعت يوسف، او دي الحاجه اللي ما عرضوش بيها وتم استبعاده. و محمد متاكد من محمد انا اسف انا اسف انا اسف طبعا انا اثق فيك جدا، ولكن متاكد من المعلومه دي على مسؤوليتك الشخصيه يعني 100% متاكد 100% هيتم التحقيق معاه رسميا. امبارح طلعت امبارح كابتن نور السيد خرج بره المعسكر النهائي وهيتم التحقيق معاه طبعا مجلس الاداره والمدير الاداري كابتن محمد عبد الجليل. هم اعلنوا رسميا خروج نور السيد من المعسكر النهائي. طبعا دي مباراه قويه وكانت مباراه مهمه جدا لنادي الاتحاد، نادي كبير زي نادي الاهلي. طارق الطوخي وكيل لاعبين شاب جميل لصفقاته في الدرجة الثانية ومدرب 95 يعني سنه صغير، فنطلع فاصل ونستضيف طارق الطوخي.